تفاجأ معتصم النهار الناس والصحافة من يومين لما سوى ريبوست لستوري مكتوب فيها أنه بيعلن اعتذاره عن المشاركة في فيلم عقد الخواجة واللي هو تغير اسمه لأشباح أوروبا. معتصم سبق ووقع عقد للمشاركة بهذا الفيلم، ومثل ما الكل صار يعرف هالفيلم من إخراج محمد حمائي بتجربته الإخراجية الأولى، وأيضا من إنتاج محمد وزيري اللي أيضا تعتبر هذه أول تجربة إنتاجية له. وطبعا كلكم تتذكروا لما نشر فيديو مع هيفا بيعلنوا من خلاله عن تعاونهم مع بعض، والناس تفاعلت بشكل كبير، خاصة أنه هيفا صار لها حوالي 6 سنين غايبة عن السينما اللي كان آخرها حلاوة روح بال 2014. طبعا اللي نقال عن انسحاب معتصم أنه سببه هو انشغال معتصم بتصوير الجزء الثاني من مسلسل المافيا مع فاليري أبو شقرة، واللي هذا الموضوع حير شوي الناس، لأنه كمان حسب ما الناس حللت أنه قرار تصوير الجزء الثاني هو كان معه خبر فيه من قبل بسنة، فكيف يعني مضى على المشاركة بفيلم إذا كان عارف بالموضوع من قبل؟ لهيك أنا تواصلت معه ليوضح لي شو صار بالضبط. فعليا ما فيتو نحن بلشنا تصوير فيه، الكل بيعرف حجم الدور اللي عندي بما فيتو. للأسف كان المفروض انه انا صور بمصر لمدة 10 ايام، بعدين ارجع على بيروت لبلش تصويري بما فيتو، ورد ارجع على مصر بعد فترة من تصوير ما فيتو لحتى نسافر على جنوب افريقيا ويكون التصوير بجنوب افريقيا. للأسف فيلم عقد الخواجة تأخر شوي لحتى فتنا بالتصوير، لحتى فاتوا بالتصوير، اعتقد لليوم لسه ما بلشوا تصوير او يمكن بلشوا من يومين. فاللي صار انه نحن رح نصير ب 10 11 12 اكتوبر، وانا لسه ما بلشت، وما فيتو فرغوا لي اول 10 ايام من اكتوبر لحتى انا اقدر خلص من مصر وارجع اني اكون معهم. للاسف هذا الشيء ما صار، كما قلت لك هو تضارب بالوقت فقط. لا